بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحدة من ضمن أجمل النقط اللي بيديهاني ووردبريس أو من ضمن الحاجات الجميلة يعني على الداشبورد المسألة بتاعت البوكسز دي. طبعا سبق ان احنا قلنا ان دولت عباره عن بوكسز، البوكسز دي هتلاقي مجموعه من الاوبشنز ومن ضمنها انها اكسباندد وكولابس، يعني اكتيفيتي مثلا انا كده عملت له كولابس اضغط على السهم بلاقيه يتفتح بيقول لي انت ما عندكش اكتيفيتي، ما حدش عمل حاجه، انت ما عملتش بيج، ما حدش عمل كومنت، ما في اكتيفيتي. مثلا الدرافتس اهو انا بدي لي نظره كده على القصه فيها ايه، لورد بروس نيوز اهو الكلام ده، كل الكلام ده كده انا عملت له كولابس او ممكن نعمل له اكسباندنج والكلام الجميل ده. الجانب الثاني غير موضوع الكولابس والاكسباند، هي مساله اني ممكن اعمل موفينج للجانب ده، خصوصا ان انا عندي اثنين كولوم لاي اوت. انا لو مسكت اب جرانس دي هلاقيها، شايف انت التربيع دي ديت موفبل، امسكها كده واديها لمكان معين مثلا ممكن تغير في الترتيب، امسك الاكتيفيتي واديها مثلا فوق الورد بريس نيوز، فيك ممكن تمسك الورد بريس نيوز وتطلعها مثلا مكان الداشبورد فوق، او فيك انك بمنتهى البساطه تفتح السكرين اوبشنز وتوقف عرض حاجات اللي انت عايزها منهم بشكل اساسي. ده الكلام عن البوكسز اللي موجوده في الداشبورد، ازاي تعمل لها موف وازاي تعمل لها كولابس واكسباند. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.